السلام عليكم يا احلى متتابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايره مع الصحه؟ اليوم ان شاء الله باذن الله نهار جديد وفلوق جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي ندير واحد ريستورون ديال الشينما، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا النهار هذا. خرج انا وصاحبتي واختي، غير البنات بوحدنا، خرجنا نفوجوا صراحه شحال هادي ما خرجنا وداك الشيء. ايوا شوفوا انتم، لبست عادي غير لي بوت قصار ولعبه وواحد الكسيوه، المهم داكشي سامبل. اتفقنا لبسنا الكحل ولكن اختي خربقات الاتفاق. المهم اخوتي ها نتوما هي نجيوا، حنا ان شاء الله باذن الله غادي نشدو الطريق ونصور معكم كلشي، انا ونجوا لابسين بحال. المهم ها نتوما معنا اخوتي، خليكم معايا حنا نشدو الطريق باذن الله. المهم دون 500 متر تورني ا غوش. المهم حنا اخوتي متوجهين ان شاء الله باذن الله لمدينه ليل، غنمشيو ان شاء الله باذن الله لهذاك ريستورون الشينوا اللي قلت لكم. ديجا انا مجربه بزاف لي ريستورون، ولكن هاد المره بغيت نجرب هذا ديال ليل باش نشوف زعما واش زوين ولا خايب، ونقول لكم ديك الساعه واش زوين ولا بغيتوش نمشيو له. نخلي لكم ان شاء الله لادريس تورني ا غوش، الناس اللي قراب والناس اللي بغى يمشي كفكره وصافي. حتى داك اللي كنت كنمشي له انا الاخر حدا الدار كيدير شي 35 اورو، المهم زوين انا عجبني، ولكن الصديقه ديالي هي اللي داي انا دابا لهذا، قالت لي هذا راه زوين في الليل غادي نمشيو نجربوه. شحال هادي الصراحه ما خرجنا ما فوجنا ما بدلنا الجو، قلنا علاش لا ما نخرجوا غير البنات بيناتنا ايوا نبدلوا الجو ونشارك معاكم النهار كيفاش كيدوز في الويكاند. مره في الزمان كنخرجوا ماشي ديما، لحقاش دابا الشتا والبرد ماشي عكس الصيف كتحمسي تخرجي، بالنسبه للشتا كتقولي مره نخرج. المهم انتما معايا اخوتي ان شاء الله باذن الله ندير معكم شي دويره خفيفه ونشارك معكم الريستورون. والله الا توحشتكم توحشت كنجمع معكم ان شاء الله شي نهار غادي ندير باذن الله ندير معكم اللايفات بزاف، نبقى نشارك معكم اي حاجه مباشره. المهم والله الا راكم عزاز، وبغيت نوجه واحد التحيه لواحد الصديقه من ميدلز، صديقه وفيه متابعه وفيه بزاف، وانتم كلكم وفيين غير هي سبيسيال. غنقول لكم اللي خطيها من هذا المنبر شكرا ليها والعائله ديالها، وشكرا لكم حتى نتوما المتابعين ديالي والخوت ديالي والدراري والبنات وكل شيء صغير كبير كل شيء، راكم عزاز وراكم في القلب. ايوا نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ووليداتكم مزيانين وعائلتكم مزيانه. ايوا واش غنقول لكم، المهم نتوما معايا خوتي، انا غاده نصور معكم شويه ديال الطريق. ايوا ما تزابيوش نتوما خوتي، حنا غاديين شدينا لو تور دابا ان شاء الله باذن الله، ونوريكم غير الطريق والطبيعه. ديما كاينه الطبيعه هنايا وخا الظلام، وحنا غاديين دابا ان شاء الله بقيتنا 33 كيلومتر، بعيد علينا ريستورو ب 45 كيلومتر. ايوا المهم حنا غادي ان شاء الله باذن الله، المهم حتى نوصلو ان شاء الله باذن الله ريستورو ونكمل معاكم. دابا صورت معاكم غير شويه ونخليكم معايا، يلا سلام كوش. المهم حنا خواتي وصلنا الحمد لله على سلامتنا، واخا كانت واحد السيركيلاسيون هي لو ريستورون شيو. المهم اخوتي الحمد لله وصلنا على خير وبخير، دابا ان شاء الله ندخلوا الريستورون. اتي من 6 وحنايا في الطريق، شدينا الطريق مع 6 ما وصلنا حتى ل 8، عرفتي واحد السيركيلاسيون عايشين الساعة وحنا بعدا غير كنحبسو الفيلة بزاف. المهم انايا كنصور لكم غيستورون، ولكن سمحوا لي ما نقدرش نصور من الدخل، راكم عارفين واحد داخل شد الكاميرا في يدو، جات شويه حشومه، قلت حتى ان شاء الله نجلس وديك الساعه نوض نصور البيفي، ما كرهتش نصور، كاين لا الدخله كاينين ناس بزاف ما قدرتش نصور. المهم غنشارك معكم داكشي اللي مهم بزاف. المهم هنا اخوتي نط تبعت صديقه ديالي كتبغي تاخذ سلطه، وانا مشيت ناخذ لولدي شي حاجه ياكلها باش نحطو، راكم عارفين نديت معايا وليداتي ما نقدرش نخليهم ورايا. صافي هنايا دابا مشيت كنصور لكم شويه، خديت بغيت ناخذ سوشي نحطو الاسلام ياكلو وصافي، وناخذ لولدي الاخر الصغير شنو بغا. شنقول لكم هنايا كاينه اندومي خضراء، كتعطيهم الاندومي بالخضره كيطيبوها عليك. المهم كل واحد ولو شوا ديالو شنو بغى ياكل، بغيت غير نصور معكم شنو كاين في البوفي وشنو الحوايج اللي ناقصين والحوايج اللي زوينين في هذا ريستورون والحوايج اللي خايبين. حنا ما غاديش نعيبو في الحاجه ديال الناس، ما كلشي ديال
كل شيء زوين، ماكلة قال نعمة ديال الله زوينة. غير كنعطيكم شي حاجة اللي ما عجبتنيش أنا كنقولها لكم نيشان، تقدروا تمشيوا تجربوا ويعجبكم الحال. أنا ما عجبنيش الحال في شي حوايج، المهم نمشي معكم بخطوة بخطوة ونقول لكم شنو اللي ما عجبنيش وشنو اللي عجبني، والفرق ما بين غيستورون ديال اللي مشيت له حتى داري والفرق ما بين هذا غيستورون هذا. المهم هنايا مشيت خديت لولدي الماكلة. انا يا خوتي انا فيما كنوض ناخذ الماكلة كنصور لكم، كنبغي نتاكد راني صورت شي حاجه وكنبغي نشارك معكم اي حاجه صورتها. هنا بالنسبه لي فخوي كاين تيراميسو اناناس، المهم ديسير ماشي كامل ولكن المهم العنب الماندالين داك الشيء ديالهم انا ما عرفتوش. صافي هنايا اش نقول لكم، كاين بحال سباكيتي ديالهم، كاين الدجاج اللحم ما انا صراحه ما كليتوش حيت حرام، غير الحوت خديت غير الكروفات، داك الكروفات هذا كاين كبير شويه بالطريقه، وكاين كروفات الاخر. ملي كتمشيو راه كل حاجه مكتوبه في التيكي، كاتبين هما شنو هذا باش شنو هو وهذا شنو هو وهذا شنو هو، كل حاجه كتبين عليها شنو هي. هنا بالنسبه لي فخوي كاين الديسير هذا دونيكس الفلون ياغورت، وكاين بزاف ديال الحلويات هادو اللي صورت لكم في الثلاجه، والاخرى اللي حدا الديسير وحده لا كلاص. المهم هنايا دابا كنت انا هزه ولدي كنعطيه الماكله، كانت اختي كتصور شويه، امني ناخذ انا ليا صورت انا يا اختي كتصور كتصور وكتحشم انا تصور هنايا يا حسبوها دايما وين راكي يا ما حلو وقت صحاب والكذب داير ضل هكو هكو جاوز دموع ولا وش واكره شركه قادره الدنيا غراره وزلطي هبل عايضة عايضة رجال دموع حسبوها دايما وين راكي يا ما حلو وقت صحاب والكذب داير ضل من هكو هك جاوز دموع ولا وش واكره شوا كاين حوايج زوينين فيه، والحاجه اللي ما عجبتنيش الصراحه كنجي مثلا نحط غير شي بلا ناكل، حيت انا كنحط غير بالقياس ما كنحطش بزاف حتى كنشوف ديك الحاجه واش تعجبني عاد نقدر نزيد منها، ما كنبغيش نضيع الماكله واخا راني غاده
اللي يعني بيفي محلول، ولكن ماشي نشوف بيفي محلول ونبقى ناكل ناكل، كناكل على قد جهدي، ما كنبغيش نخلي الماكله في الطبسيل. المهم ما عليناش، ماشي دابا موضوعنا. المهم كنبغي صراحه يلا كنحط الماكله، كيجي سرباي كيسحب له انا كملت كيهزها، انا باقي الطبسيل عامر باقي كاع ما بديت. كنمشي نجيب غير ولدي، راكم عارفين الدراري الصغار كينوضوا ما كيبغيوش يجلسوا، كنجيبو غير هكا كينوض يدور ولا يلعب، وهادي كنبغي نمشي نجيبو ولدي الصغير. كنجي كنلقى ما كاينش الطبسيل، هاد الحاجه اللي ما عجبتنيش، وحشمت نقول له واش انا فين ما كنوض كتهز لي الطبسيل، بحال اللي كتسمى كتجري عليا انا يلا داخله. والله الا في الطبسيل اللي حطيته كنجي كنلقاه طيرو، حيتوما هنا كيبغيو زعما يخليو الطبله نقيه، فيما كتكمليش الطبسيل كيحيدوه كيجيو يهزو. كنت الطبسيل باقي عامر، عرفتي ديك النهار عرفتي ديرونجاني ما نكذبش عليكم، فيما نحط شي طبسيل كيجي كيهزو، فيما نحط شي طبسيل قلت هذا مالو. والله الا عصبني ما كنتوش عليكم، بقى يلا حتى الطبسيل السوشي باقي كاع ما كليتو، صورته لكم جهزو. ما فهمتش، عاوتاني كانت اختي حطت الماكله مشات ما عرفت شنو تجيب، عاوتاني جات بعدا قال لي واش صافي كملات، قلت له مازال، انا غير نط عاوتاني تبعتها جات لقيتو هزو. والله الا مشكله. المهم الحاجه ما عجبتنيش اكسر ستور اللي حطت الدار ديالي، ما كيديرونجيوكش كيما داك الروبوت اللي كيخدم يعني كيجي يزك الطبيسلات. المهم حتى هما ما كيجيوش ديرونجيوك، هما كيجيوش كاع يقلقوك يعني، يبقوا كل ساعه واقفين لك على راسك. هنايا السيرفيس اللي في هذا الريستورون، واش الناس في فرنسا زعما هذا الريستورون اللي في فرنسا اكس بلجيكا، ما عجبنيش الصراحه، شي حوايج ما عجبنيش. كتجي كتدخلي بعدا واحد الحاجه كيجي هما يجلسوك في الطبله اللي بغاو هما على حسب عدد الاشخاص، هذه ما عجبتنيش. نورمالمون انت خصك تختاري الطبله اللي بغيتي تجلسي فيها والبلاصه اللي كتشوفيها مناسبه ليك. المهم هنا كيجي هما كيجلسوك في الطبله، وثاني حاجه كيقول لك شنو بغيتي تشربي. حنا هنايا المهم بغيتو تشربو تشربو، ماشي بزاز عليكم. حنا كطلبي مشروب بوحدو يعني خارج على الخلاص، كتخلصي يعني 19 اورو وشي حاجه، قولي 20 اورو تقريبا الواحد، والمشروب كتخلصي 3 اورو 50 يعني، ما يقدكش مشروب واحد صراحه يعني. اللي كيشرب كيبغي يدوز مع الماكله ما يقدوش مشروب واحد، ما حدك انت جالسه وانت كطلبي في المشروبات يعني، غتقام لك بحال نفس الريستورون اللي حدا الدار ديالي. هذا الريستورون اللي حدا الدار ديالي فيه يعني ليمون طبيعي، تقدر اللي ما كيشربش الموناضا ياخذ ليمون طبيعي، عصير الليمون طبيعي، يقدر ياخذ سلوش، كاين داك السلوش ديال الدراري الصغار في الاشكال، كاين قهوه اللي بتشرب قهوه في اشكال الانواع، مشروبات في الاشكال الانواع. مهم حتى الكغاتان كاين موجود، ديال الكغاتان اللي ما كياكلش الروز ولا الباكيت ديال الكغاتان البطاطا، كغاتان الشيفلور. المهم بزاف ديال الحوايج كاينين زوينين تما، حتى بالنسبه للحوت كثير على هاد البلاصه، وفيه لو شوا كتنوضي كيطيبوا لك. المهم كل ريستورون وفيها مميزاتها، كل ريستورون فيها شي حوايج اللي احسن من الاخرى. عاوتاني الثمن ديالها هادي راه ماشي غالي، 19 اورو ماشي حاجه، وبالنسبه للبوفي يعني فيه لو شوا يعني عكس هذاك اللي حدانا. المهم هذاك اللي حدانا زوين، غير هو مختلف زايد في الثمن، ولكن المشروبات اللي بغيتي كاين. مهم هنايا ولدي مسكين كيبغي يوكلني السوشي بدوك الفرش بدوك العواد ديالهم، سبحان الله هاد العواد زلقوا ليا الاخرين الخشب الاخرين العاديين ما زلقوش ليا، بغيت تخدي يعني كليت بهم، بصح هادو بغيت ناكل بهم ما قديتش. قال لي ولدي اري نوكلك، مسكين وكلني وحيده هذا. وي ماما هذا عاتي صراحه صراحه بنين السوشي، حمقني والله حمقني. صافي اسلام هنا بقى بغى يلعب، قلت له حط عليا هادشي خليني ناكل، هزيت بالفرشيطه ما نكذبش عليكم، هزيت بالفرشيطه بديت كناكل يعني، انا ما كنبغيش ناكل بلا ويدات كيعذبوني. صافي هاد الفلو هذا واعر عرفتي، ما زعمتش عليه حتى جابوه لي البنات ناضو، شتوكم كياكلوا فيه، قلت لهم عطوني واحد عرفتي، واعر بنين بزاف بزاف، هما كيجربوا كل شيء كياكلوا كل شيء، انا شحال من حاجه ما دقتهاش، شحال من حاجه ما هزيتهاش، والله الا تبارك الله عليهم وصافي. هنايا هاد القرعه هاد الماء كيجيبوه لك هما يعني على حسابهم، كيجيبوه لك في داك الغراف. بالنسبه للمشروبات انا طلبت المشروبات، اسلام طلب عصير بخمسة اورو. المهم هنايا لي كلاص كاين لو شوا، هنا تما اسلام بغا لا كلاص، تما في رجعت قلت لكم السوشي ما لقيتوش، فما تنخلي شي طبسيل تلقاه طار، ما عليناش ماشي مشكل. دابا المشكل هو اللي كيضيع الماكله، انا كنوض نعاود نجيبها وكيهز الطبسيل
يعني راه ولي كيضيع الماكله. انا راه غادي نمشي ناس التبصيل وغادي نبقى حدا حتى ناكل. مي الدراري كيستو راكم عارفين انا ما نقدرش نخلي ولادي مورايا، وبحكم انا اصلا بلا ما نخليهم مورايا ما كاينليش الدوم، راكم عارفين الغربه يعني كتكوني بحدك، ما كاينش والدين ما كاينش الخوت. شغنقول لكم اللهم الاحسن الواحد يدي مع وليداته ويبقى مرتاح في الخرجه. صافي الانسان ما كيدير لوليدات ولا بده يخرجهم ما عندك ما ديري، ضروري تخرجيهم وتستحملي صداعهم تستحمليهم حتى يكبروا. المهم انا خديت الوليد، ولدي بغى ياخذ لا كلاص بغى ياخذ بوحدو، قال لك صافي انا ناخذ بوحدي. بصح كان واحد الراجل وقف على راسي مسكين ما حتى هو ياخذ، قلت له راني نحط لك دغيا باش ما نعطلوش الناس. كعارفين الدراري الصغار كيبقاو يتعطلوا ويختاروا والناس شادين الصف، والريستور عامر عكس الريستور اللي كيكون حدايا معاه كبير بزاف، هذا صغير وكاينين الناس بزاف بزاف واحد الدرجه ماقدرش نوصفها لكم. المهم صافي هنايا خدينا لا كلاص، صورت معكم لا كلاص اللي عندهم، نكمل معكم الشيء الاخر. المهم هنايا هزيت انا ليا لا كلاص وهز اسلام لا كلاص ومشيت خديت غير الديسير هذا بغيت نجربه. المهم صاحبتي قالت لي لمن كتصوري او دابا غادي نذوق هذا. شوفوا لايف لايف شكون يشوف لايف هانتوما انا نطق هذا خلاص تشحن دابا صاحبتي ما خلاتنيش نصور، ما بغات تبان، بغات تبان معايا، بغات تشهر بسم الله. عافاك واعر خاصي واعر البنات واعر حبي لله واعر البنات نصحكم وين تكريني لا اذا نصحكم تجيو لهنايا تغيستورون اللي ما حملته ما قبلته جابتني ليه صاحبتي لا حبيبه هذا لا لا ماشي داكشي اللي على بالك نشوف. انا صاحبتي بغات تبان معايا في الفيديو بارك الله لا بينتها. السلام عليكم البنات بدات تقول لي قسمي معايا الارباح. لا لا اختي ما نقسمش معاها ولمن نظميطه درك راسك والله لا ضربنا خليني نشوف. وما كانوش دايرين الناس كون راه الحصه بصبا ها انتوما شتو قالتي جا على ما خلينيش والله يا اختي تغي فيديو قسما بالله والله نشدها فيك والله ما شدها والله ما شدها. المهم هنايا شديت في صاحبتي والله تيفوجنا والله الا ضحكنا بزاف. صديقه ظريفه الله يعمر ليها الدار. المهم هنايا انا هاد الديسير هو اللي خديت هو اللي دقت صافي غير لا كلاص وهذوك الكويسات اللي كليت صافي. صافي هادشي اللي كاين، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وما تنساوش ديروا لايك وشي كومونتير زوين فحال وجهكم الغزاله. شكرا لكم، كنت شاركت معكم هاد التجربه هادي ديال الريستورون، نتمنى تكون عجبكم هاد الريستورون وتكتبوا لي الراي ديالكم، ولا كنتو كتعرفوا شي بلاصه محسن كتبوا لي في الكومونتير باش ان شاء الله نمشي نجربها ونصورها معكم. علاش لا، انا كيعجبني نجرب البلايص وكيعجبني نمشي للبلايص بحال هكا. الا كيعجبكم شي نوع من الفيديوهات تفرجوا فيهم كتبوهم ليا، شي بلاصه كتعرفوها زوينه نمشي ليها نصور فيها علاش لا مرحبا. المهم في هذا الريستوران ما فيهش مشروبات، كدوموند المشروبات كيف ما قلت لكم. الريستوران الاخر فيه المشروبات فيه كلشي الثمن 35 اورو 33 اورو جو بونس 35 اورو 35 اورو بيفي محلو ان شاء الله غادي نمشي ليه وغنصوروا لكم كامل غنشارك معكم. المهم كاين بزاف ديال لي ريستورون في بلجيكا وفي فرنسا في حال هذا النوع، راه كاين في باغتو فيما مشيتي كاين اي بلاد فيها هاد ريستورون اللي كيكون فيه بيفي محلول، غير هي كل واحد كيختلف على الاخر وصافي. بالنسبه لهنا كيبقى واقف عليك السرباي يزلك في التباصل. المهم اخوتي حتى صاحبتي ما عجباش الحال من التصرف ديال السرباي، حتى هي قالت لي ما عجبنيش الحال. المهم هنا وصلت لنهايه الفيديو، كنتمنى ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الفيديو. صورت لكم الطبله خاويه، هاد الطبله في الجهه الاخرى صورتها لكم غير باش تاخذوا فكره وصافي. المهم اخوتي بسلامه عليكم ان شاء الله فيديو اخر. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا بزاف.